سبحان الله لحظات إقبال العشرات من الناس على دين الله عز وجل، لحظات لا تصدق بفضل الله. لحظات والله سبحان الله تسلك صدر كل موحد. كل هؤلاء أقبلوا على دين الله عز وجل. والله يا إخواني أتينا إلى هذه الأماكن منذ ما يقرب من 7 سنوات وأقل، لم يكن فيها ولا مسلم. فضل الله يوميا، فضل الله تقام الدعوة ويقبل الناس إلى دين الله عز وجل. أحببت أن أشارككم هذه اللحظات المباركة لأقول لكل داع إلى الله عز وجل. هناك ملايين البشر لا يعرفون ربهم، لا يعلمون دينهم، لا يعلمون ما هو الإسلام، ما هو القرآن، ما هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. شيخ محمد، ماذا حدث اليوم؟ أولا كنا في عدة قرى قمنا الدعوة بسم الله والحمد لله، يعني ناس أسلم، والقرية دي أقمنا فيها الدعوة بدون تقديم أي مساعدة وبدون أي شيء سبحان الله. وكما ترى مولانا الناس كلها دخلت في دين الله، والأطفال اللي حبوا الإسلام مجرد ما سمعوا يعني حقيقة الإسلام، يعني أنا مش الواحد ممكن مش عارف يعبر مش عارف يتكلم، لكن سبحان الله الحقيقة ظاهرة وجلية قدام الناس كلها، ودول سبحان الله بدون تقديم أي مساعدات بدون أي شيء، بس مجرد ما عرضنا عليهم الإسلام فقط الناس كلها دخلت في الإسلام. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، وحدك لا شريك لك. انظر يا إخواني، اللهم لك الحمد وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. وهذا هو مركز إسلامي، مسجد من فضل الله تعالى. نريد من يعلمهم، نريد الإخوة الدعاء إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. مع غروب شمس هذا اليوم غربت سبحان الله وأقبل من الظلمات إلى النور. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم ونجعل ذلك في ميزان حسناتكم انشروها. هناك الآلاف من القرى تحتاج إلى الدعوة إلى الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.